اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه طعم تاني كده وفيه روح تانيه. الملوخيه احنا عارفينها المصريه دي لا يعلى عليها، بالطشه بتاعتنا بالفراخ باللحمه حكايه، ولكن ملوخيه ورقيه من المطبخ الشامي سواء من اخواننا السوريين او اللبنانيين، يعني ايه ملوخيه تتعمل ورق، تتعمل بالدجاج او باللحم؟ اكيد دي مدرسه. فتعالوا نشوف هل هي ايه الفرق بين الاثنين، وهل في طريقه السوى مختلفه، وهل الملوخيه لما تبقى ورقيه مش هنعرف ناكلها؟ تعالوا نشوف الموضوع ده ان شاء الله، تفاصيل عمل الملوخيه الورقيه او البيروتيه باللبناني. هنعملها بالدجاج النهارده ونشوف ازاي الطرق عملها بطريقه سهله وبسيطه. عدل الاكله دي مع الدجاج رز بشعريه، انا بحبها كده. لما اتعمل معاها رز بشعريه باخد اجازه واقعد في البيت عشان اكل الاكله دي. معانا النهارده الجرجير. الجرجير مع البرجر اكيد يعالج انيميا، وسلطه البرجر من الحاجات المهمه، والبرجر مفيد جدا. فتعالوا نعمل سلطه الجرجير بالبرجر النهارده، واهم حاجه نشوف الجرجير بتاعنا اللطيف ده لما يتغسل قبل التقطيع، ونبدا نضيف له عصير الليمون مع زيت الزيتون. عينيا. مقادير الرز بالشعريه على الشاشه. الله على الريحة الحلوة. مش عايزة بقى بهارات كتيرة، هما شوية الكزبرة وشوية الملح وشوية الفلفل والمعلقة الفلفلة الحلوة هنحطها دلوقتي بعد ما نحمصها في قلب الايه الطاسة. حلو الكلام؟ رز بالشعرية مقاديره كالاتي: شعرية، رز مصري، ورق لورو، حبهان. نبدأ نحمر الشعرية مع بعض. حلو قوي. ادي الشعريه بتاعتنا الحلوه، وعشان الشعريه مغازه تتحمر بسرعه تعلمنا منك بنحط معاها معلقه ملح تبقى كلها لون واحد. ادي الشعريه في قلب الزيت. وهي بتتحمر كده بنحط عليها شويه ملح. اوعي تنسي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا امرايا، تنسي انك انت حاطه ملح على الشعريه وانت بتحمريها، تبقى حطيت الملح مرتين. لما تحط الملح مرتين الرز معاكي مش هيتاكل، خلي بالك، بيبقى شكلنا وحش قوي على السفره. ورق اللورا. بس انا اقول لك على حاجه دلوقتي تخلي الشعريه تتحمر بسرعه. ورق لورا، معلقتين زبده، وانا بحمر الشعريه اهو نقلب. حلو. على طول الشعريه مجرد ما حطينا الزبده مع معلقتين الزيت الشعريه بتاعتي تتحمر بسرعه. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ اضافه الزبده لتحمير البصلة أو الشعرية مع التحمير يخليها تتحمر بسرعة بدون ما نحمر كتير ونقلب كتير. سيبهم على النار كده. نبص على الملوخية بتاعتنا، إيه الأخبار؟ إيه الحلاوة دي؟ مستنية الفراخ تتحط نساير نساير قطع قطع. ممكن مخرجنا بيسأل تتعمل بصدور فراخ؟ تتعمل بصدور فراخ، بس مش هتبقى شخصيتها قوية. أنا عايز مرقة، عايز شوربة، عايز شوربة فراخ، فهي أصولها تتعمل بفراخ مستوية زي ما أنا عملت دلوقتي، وعشان ناخد الشوربة بتاعتها نعملها أو بلحمة ضاني. حلو. أخبار الشوربة إيه؟ تمام. الشعرية زي الفل. التحميره الحلوه دي كده. انا بحب الرز بالشعريه قوي، احب لحظه اضافه الشوربه او الميه على الشعريه مع الرز وانا بحمر، بشم ريحه كده وريحه الشقه تبقى الشعريه حكايه، حتى لو بنعمل شعريه بس بيبقى لها ريحه حلوه قوي على فكره. الله. ناخد الرز بتاعنا المصري الجميل ده كده، كفايه انا بحب الشعريه كتير،
اكتر من الرز. الله على الريحه. واقلب. حاطط ملح ما تنسيش. رشه الفلفل الاسود ده على الرز ده بعد ما نغرفه كده على وش الطبق حكايه. شايف الملوخيه وصوت الملوخيه في قلب الحله؟ يا ولد احنا ما شفناش ملوخيه بتغلى على النار. الملوخيه بنسقطها في قلب الشوربه ونرفعها تقعد تغلي وتستوي بالشكل ده. ده المطبخ السوري، ده المطبخ اللبناني، ده المطبخ الشامي، والرز بالشعريه جاهز زي الفل. الشوربه بتاعته فين يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض اهوت زي الفل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الرز بالشعريه. ما يجيش. الله، شفت الجو ده كده؟ خلص الرز بالشعريه. خد طعم الفراخ يا شيف؟ خد طعم الفراخ. وانا شغال. هو ده. الله، وانا شغال زي ما انتوا حابين. نقلب الرز. مثل الشعب بتاعنا قال لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. في قلب النار، ريحه الشعريه حكايه، وريحه المكرونه معايا، وريحه الملوخيه معايا حكايه. الرز اخباره بالشعريه؟ انا ببص عليه، احنا مع بعض اهو. نعم، البركه، البركه يا شفيق. بقول لي يا شيف، انت عملت ملوخيه وعملت فراخ وعملت رز بشعريه وهتعمل سلطه، التايم بتاعنا 45 دقيقه. طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى، دي رقم واحد. رقم اتنين، حب شغلك، انت داخل المطبخ عايز تعمل حاجه حلوه، معاك مساعدين شطار، ملوخيه متورقه وجاهزه، فرخه مغسوله معانا، الرز مغسول وجاهز وبعد ما اتغسل اتصفت ميته، فعشان كده مش هياخد وقت كبير اهو بالشكل ده كده. ده الرز بالشعريه هغرفه دلوقتي، دي اول حاجه زي الفل. طبق رز بالشعريه تاكل صوابعك وراه. الله، حلو قوي. والملوخيه على النار ما تقلقيش، كل ما تغلى على النار كل ما تحلو اكتر. تشرب من شوربه الفراخ وصدور الفراخ واحنا مع بعض. ده الرز بالشعريه. الله، بعشق ريحه الشعريه في قلب الرز. الله اكبر. والله استوى. ما تقوليش استوى ازاي بقى، دي ازاي؟ دي بتاعت ربنا. انت هنخلص دلوقتي وهتنزل بالكنترول، دو اضرب معلقه ودو. الله، ده لسه معايا الوراك بتاعت الفرخه حكايه دلوقتي. هنعمل تركيه على الرز ده حكايه. وبعدين واخد شوربه الفراخ، مش معمول بشرب ميه، خلي بالك دي مطلوب. خلي بالك، ناخد الحله دي كده، حلو. ناخد الطاسه دي نخليها هنا، الرز ده معانا كده، وناخد الفليفله الحلوه دي كده. شوف الشيف هيعمل ايه بقى. معلقه سمنه، دي بتاعتي انا بقى عشان بحب الاكله دي فبجود فيها، دي بتاعتي انا. معلقه سمنه حلوه كده زي الفل، مع معلقه الزبده، السمنه دي مكعب زبده. عايز اعمل كده حاجه لطيفه اهو، اقسمهم على النار. معايا ورك الفرخه الجميل الحلو ده كده، بصطاده من الحله. بحطه هنا. عملنا صنفين من الفرخ، اللي مش عايز الفراخ اللي في قلب الملوخيه مش هنزعلك، ولا هنزعلك. ناخد الحاجات الحلوه دي اللي مع الفراخ، بصل الحلو ده اللي مع الفراخ. عايزك تعملي زي كده بالله عليك. ده زي الفل تمام حبيبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟
فلفله حلوه، اصبر لي الاخر بالله عليك، شوف ايه اللي هيتم في الاخر، شوف ايه اللي هيتم في الاخر. دي الفلفله الحلوه، الله عليكي، هو ده هو ده هو ده هو ده. شفتوا الناس اللي خلاص حافظوا الشيف؟ فلفل اسود، واسيب الاختراع ده يغلى على النار كده حلو، لان الملوخيه لسه لها ايه تركايه. التعميره دي، اللي مش عايز ياكل الفراخ اللي في قلب الملوخيه ياكل اللي انا عامله ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الورك ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ تسلم ايدك يا عم الشيف. على وش الرز، على وش الرز، مش رز بشعريه كده، يبقى له طعم وله شكل وله رونق تاني. ده البصل والجزر والحلاوه، حلو الكلام. لسه ما خلصتش انا الاكله دي يا امي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا اللي بتتابعيني من فضلك اعمليها بنفس المدرسه دي. حلو الصوره حلوه كده مخرجنا، انا عارف انك بتحب الصوره حلوه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، بساطه سهوله مرونه. عملنا ملوخيه ورقيه او بيروتيه بالدجاج، عملناها على اصولها. عايزه تجودي وتبقى احسن مني، اعملي الفكره اللي بقول لك عليها دي كده، بصلايه تشويها بالقشره بتاعتها في قلب الفرن او على عين البوتاجاز، لقيتها اتشوت وبقت هريسه كده تضربيها، تقشريها وتضربيها في قلب الكب، بقى عندك بوريه من البصل المشوي تضربيها في قلب الملوخيه زي ما عملت مع الفلفله الحلوه دي، تاكلي صوابعك وراها. دي الملوخيه، معانا رز بالشعريه يتقدم بشكل تاني خالص لانه عدل الملوخيه مع الفراخ، وعملنا سلطه لطيفه وجميله بتفيد الكبار السن والاطفال. مطبخنا بساطه سهوله مرونه، اقل تكلفه بنفس المكونات ولكن بشكل تاني وطعم تاني. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.